السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلابنا الأعزاء، تعالوا وياي سنة 2015 الدور الخاص، يعني سؤال القواعد. عندنا هنا بهاي الجملة اللي قاعد تشوفوها، الجملة آسف لأن الشاشة عوجة، My sister phoned me، أختي اتصلت بي، but I wasn't at home، لكن أنا لم أكن بالبيت. سوي لي ريجريت باستعمال الاي ويش. اذا هنا اول شغله لازم ندور على جمله السبب. جمله السبب ماي سيستر فوند مي، اختي اتصلت بي، بات اي وازنت ات هوم، لكن انا لم اكن في البيت. طيب وين هالجمله السبب؟ على سبيل المثال نريد نقول جمله السبب، خلينا نحولها الى اف الشرطيه. اذا حولناها الى اف الشرطيه راح تكون الجمله كالاتي: اف I had been stayed at home، لو أني كنت بالبيت، I would have received my sister's call، أني لو كنت بالبيت استلمت الاتصال. إذا عندنا جملة الشرط وجواب الشرط، فأكيد السبب راح يكون في جملة الشرط. زين، إذا كان السبب، إذا السبب يعني جملة الشرط يعني راح يكون بعملية بقائي في البيت. زين، شنو المشكلة؟ المشكلة إن بالجواب النموذجي، بالجواب النموذجي شبابنا الأعزاء قايلين لا، راح يصير I wish my sister، أو تكتب شيء عادي hadn't phoned me، my sister لو أتمنى لو أختي لم تتصل بي. طيب هسه هنا أنا راح يقولون أنت جوابك مقابل جواب الوزارة، واحنا لازم نثق بجواب الوزارة. خلينا نشوف انه هاي الجملة منين جايبيها. هاي الجملة جايبيها من شو اسمه، موقع اسمه tolearnenglish.com. طيب وجايبيها هذا المثال تحديدا: My sister phoned me but I wasn't at home، وهم كاتبين الجواب النموذجي يقول I wish I had been in، لو لا أتمنى لو كنت هناك يعني بالبيت. إذا هم بنفس الموقع مركزين على هاي الجملة، معتبريها الجملة السببية أو الجملة اللي لازم نشتغل عليها. هاي من ناحية، خلينا نقول إنه هذا الموقع غلط وما يشتغل، نروح إلى موقع ثاني. شو اسم الموقع الثاني؟ موقع دقيقة، لازم نطلع الموقع. أوكي وين راح؟ موقع اسمه English Grammar. English Grammar اللي هو أصلا موقع هندي اسمه، مشكلة. وهاي الجملة اللي جاي بيها: My sister phoned me but I wasn't at home، والجواب يقول I wish، يعني هو يركز على الجواب على العبارة الثانية. إذا الطالب هنا إذا أراد يفكر وتفكيره يكون منطقي ويريد يحلها حسب المنطق وحلها حل صحيح، فهنا راح تجي غلط. ليش؟ لأننا القائمين على الأجوبة النموذجية أحبوا أن يكون الجواب بالأخير، العفو، في الجملة الأولى. زين، هاي شلون تنحل؟ يعني هل إن الطالب يجب أن يقفل كل المنطق مالته وبعد لا يفكر ويمشي على الأجوبة النموذجية؟ زين، المشكلة إنه هاي الجملة جديدة. زين، طالب شلون راح يعرفها؟ لازم يكون قاريها قبل. شلون راح يقراها قبل؟ يعني هنا راح تصير خربطة عند الطالب، وبالأخير الطالب الزين اللي يعتمد على نفسه أو قرأ وفكر واستنتج راح يحصل صفر بهاي النقطة. وهنا ننتظر الجواب من وزارة التربية ولازم يشوفون حل لهاي الشغلة. ايش راح يسوي الطالب؟